الركعة الأخيرة، هو أدرك فقط الركعة الأخيرة من الصلاة الرباعية، فما عليه يعني ماذا يفعل يا شيخ؟ هل يأتي ب يعني الركعات المتبقية، هل يأتي يعني بالركعة المتبقية سر وبعدين يأتي بالآخرين الجهر، أم ماذا يفعل؟ أريد تفصيل إن شاء الله يا شيخ، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإذا أدرك شخص الركعة الأخيرة من صلاة الرباعية مع الإمام بعد أن ينصرف الإمام، هو سيتمم الثلاث الباقيات. الركعة الأولى من الثلاث الباقيات يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة، الركعتان الأخيرتان من ركعاته يقرأ بفاتحة الكتاب فحسب، والله أعلم. أما الجهر والإصرار فالأمر فيه واسع، وبالله التوفيق. السلام عليكم.